العراقي راح نبدي بيها بعد فاصل قصير، أتمنى تبقون ويانا. اليوم عندنا متابعتين مهمتين جدا. القوة الجوية ممثل العراق بكأس الاتحاد الآسيوي، باكر يلعب أول مبارياته بنصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لمنطقة غرب آسيا. يعني الجوية باقي له إن شاء الله 3 مباريات ويحافظ على لقب الآسيوي. الجوية راح يلعب الوحدة السوري في لبنان يوم غد إن شاء الله الثلاثاء، ويوم 24 يلاعبهم بالإياب بالدوحة. الفريق العراقي منتظم بالتدريبات من في لبنان، وقبلها كان معسكر بسليمانية. اليوم تغطية لهذه التدريبات ولهذه المباريات وهذه المواجهات، وأيضا آخر أخبار الفريق العراقي الفريق الجوي راح نعرفها بحلقة اليوم باتصالات هاتفية من لبنان. المحور الثاني والمتابعة الثانية المهمة جدا، وهي الغصة الوحيدة اللي تركتها مباراة أساطير العراق مع أساطير العالم في ملعب جذع النخلة في البصرة، وهذه الغصة هي إصابة حارس مرمانا الكبير ومدرب حراس مرمى منتخباتنا الوطنية وأنديتنا الكابتن عماد هاشم. إصابة صعبة وخطيرة ومؤلمة بآخر دقائق المباراة، كسر مضاعف بالساق. قنوات الشرقية برنامج اللاعب 12 يتمنى السلامة والشفاء للكابتن القدير عماد هاشم، اللي راح يكون ويانا أيضا بضيف عبر التليفون إن شاء الله حتى نعرف وين راح يكون العلاج وآخر أخبار إصابته. خلينا نبدأ أولا بالقوة الجوية والتحضير لنصف النهائي الأول، مباراة الذهاب في لبنان أمام الوحدة السوري. نتابع التقرير. يخوض فريق القوة الجوية بكرة القدم لقاء ذهاب نهائي غرب القارة أمام الوحدة السوري في لبنان، ويتطلع الفريق العراقي للحصول على لقب هذه المنطقة من خلال تحقيق نتيجة إيجابية تكون حافزا له لتقديم الأفضل مع خوض لقاء الإياب في الدوحة، وفيها سيتوج الفائز باللقب والذي سيذهب به نحو الحصول على لقب كأس الاتحاد من خلال وصوله إلى المباراة النهائية. عريق الكرة العراقية مطالب أكثر من غيره من الفرق بالفوز كونه بطل النسخة الأخيرة من بطولة كأس الاتحاد، والمحافظة عليه مطلب كروي عراقي وجماهيري أيضا مع موسم للصقور كان فيه الحصاد وفيرا مع حصوله على اللقب الآسيوي وبطولة الدوري سويا. لذا على الفريق أن يظهر بالمظهر اللائق لأن المسؤولية كبيرة جدا مع ضرورة المحافظة على التواجد دائما في القمة. زيد السراج للاعب 12. مجموعة كبيرة من اللقاءات مع لاعبي ومدربي فريق القوة الجوية استعدادا لهذه المواجهة راح نتابعها بحلقة اليوم. طبعا شكر كبير لمصورنا وزميلنا المبدع حيدر حمزة هادي اللي يعني أعطانا هذه اللقاءات وهذه الصور للتدريبات. بالتأكيد كل الشكر الجزيل للرائع حيدر حمزة هادي اللي نتمنى له كل الموفقية والنجاح، ونشكره على تعاونه دائما مع اللاعب 12 ومع الشرقية. حمادي أحمد وزاهر ميداني يحكون عن انطباعاتهم حول مواجهة الوحدة السوري في ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لمنطقة غرب آسيا. تابعهم. مثل ما تعرفون انه المباراة مهمة، وتعرف انه احنا ابطال النسخة الماضية، فيجب علينا على فريق نادي القوة الجوية الحفاظ على لقب هذه البطولة. ومثل ما تعرف انه احنا يمكن الفريق الوحيد اللي غالبنا اللي بقينا على اكثر العناصر الفريق حتى يكون الانسجام موجود اكثر، بالاضافة انه لا اختطاء يعني جبنا بعض اللاعبين في مراكز في الوسط في المهاجم في الدفاع، يعني شوية انه طعمنا الفريق. فمبارياتنا تعتبر مباريات مهمة رغم انه المعسكر صار معسكر شوية متأخر عن المباريات، لكن نقول ان شاء الله التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله عندنا 3 ايام انه يكون الانسجام اكيد راح يكون جيد بين اللاعبين واكتمال بعض اللاعبين اللي كانوا مع المنتخب الوطني، وان شاء الله راح تكون مباراة مهمة. وبالنسبة لنا انه راح تكون المباراة هي مباراة ذهاب وياب، لكن احنا اليوم انه نلعب في ملعب الخصم
انا على اقل شيء على اقل شيء ان شاء الله نطلع اقل شيء اذا مو فايزين نطلع بتعادل ان شاء الله. مثل ما الكل بيعرف اكيد مباراتنا مع نادي الوحده السوري. نادي الوحده السوري الكل بيعرفه خاصه الكادر الفني عنده درايه ومعرفه كبيره بنادي الوحده. نادي الوحده يمكن الفتره الماضيه قدر يحصل على لاعبين ونحن كمان قدرنا نتواجد او نتعاقد مع لاعبين. كلياتنا امل وكلياتنا اصرار على تحقيق نحافظ على اللقب الاسيوي تبعنا، وان شاء الله يا رب توفيق بهي المباراه، لانه المباراه هي انا بتوقع اللي بيربح هي المباراه رح يكون تقريبا بنسبه كبيره الدوري البطوله حتكون له بنسبه كبيره. ان شاء الله يا رب بنا التوفيق، نظهر بصوره طيبه وما نتخلى عن اللقب الاسيوي تبعنا ونحصل على لقب ثاني للعراق. حتى نتقرب على الصورة أكثر من استعدادات فريقنا العراقي، فريق القوة الجوية لهذه المواجهة المهمة، عبر التليفون دائما يسعدنا ويشرفنا تواجد الكابتن جاسم محمد غلام المدير الإداري لفريق نادي القوة الجوية عبر التليفون من بيروت. كابتن جاسم، يعني أولا مرحبا بك باللاعب 12 ومرحبا بك بالشرقية، وعلى قد الدقائق اللي لعبتها مباراة الأساطير لكن ما شاء الله مستواك كان زين وقطعت كرات رائعة، يعني محافظ على وضعك. كابتن جاسم، اليوم آخر تحضير وآخر استعدادات للخطوة الأولى لمباراة الوحدة السوري، طمنا على الفريق، على حال اللاعبين، على جاهزية اللاعبين. أوكي. طيب سنحاول الاتصال مرة ثانية بالكابتن جاسم محمد غلام، ويعني ما شاء الله عثمان بطل على كل تصريحات أخرى نتابعها لإداري الفريق الكابتن نصير عبد الأمير مدرب اللياقة البدنية والدكتور سعد هتاف، نسمعهم ونرجع لكم. اليوم طبعا كما تعرفون أول وحدة تدريبية في لبنان في انتظار مواجهة نادي الوحدة السوري، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذه المباراة حتى نروح القطر مرتاحين ونقدر نحسم الأمور هنا بلبنان. أما بالنسبة للفريق، الفريق على أتم الجاهزية والاستعداد، ما توجد الحمد لله وشكر ما لا توجد لدينا أي إصابة بالفريق، وإحنا إن شاء الله جاهزين تمام الجهوزية، نسأل الله التوفيق. استعداد قوة جوية نهايات غرب آسيا، استعداد الحمد لله وشكر جيدة، من ثلاث أيام معسكر تدريبي 10 أيام وحتين تدريبية، والحمد لله استعداد فريق الحادلين 70% تقريبا، وإن شاء الله الأيام الجاية واللعبة يوم الثلاثاء 12/9 إن شاء الله استعداد قوة جوية وجمهور قوة جوية نوعدهم إن شاء الله توفيق اللقب الثاني. طيب يعني إلى أجهزة الاتصال مع الكابتن جاسم غلام، أيضا نستمر بالتغطية. اليوم القوة الجوية فريق حامل لقب، مسؤوليات كبيرة عليه هذا الموسم، حامل لواء كرة القدم العراقية بالنسخة الماضية، كنا نتذكر الفوز الكبير اللي حققه بالنهائي على فريق إسبانغال الهندي بالمباراة النهائية وتتويجه بأول لقب لفريق عراقي ببطولة آسيوية. كل البطولات السابقة طبعا اللي اشترك فيها فرقة عراقية وصلنا للنهائي ما أخذنا البطولة، سواء بمسمياتها السابقة كأس الكؤوس الآسيوية كان نادي الزوراء، وكأس الأندية البطلة كان نادي الطلبة، وكأس أندية آسيا كان أيام نادي الرشيد. الآن نرجع للكابتن جاسم غلام. كابتن مرحبا بك مرة ثانية، آسفين على انقطاع الاتصال، واكو عالم خالين عينهم علينا لكن الامور ان شاء الله تمشي هالمره. كابتن، تحضيرات الفريق واستعداداته لمباراه باكر. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، كابتن زيان اشكرك على المقدمه الحلوه بوجودك، حل الكرفان اللي كان في البصره، الكرفان المعلق العراقي. الله يخليك زيان. كل يعرف كابتن زيان احنا اليوم خوض مباراه هي مع الوحده السوري، هي مباراة نهائي غرب آسيا الأولى ستكون في بيروت. استعداداتنا استعداد جيد الحمد لله وشكر، استعدينا في معسكر تدريب في السليمانية، كان استعداد طبعا هو قصير لكن استفاد من الكادر التدريبي واللاعبين في خلال هذا المعسكر اللي صار في السليمانية. احنا اليوم مستعدين واحنا اليوم في بيروت نقدم كل ما علينا
انه الاداره نادي القوه الجويه كذلك وفرت كل الامور للنادي واللاعبين والكادر التدريبي لاستعداد هذه المباراه. طيب كابتن، على المستوى البدني اللاعبين كل الامور طيبه؟ ماكو لاعب مصاب؟ ماكو لاعب يعني عاني من مشكله؟ ان شاء الله كل اللاعبين متاحين. والله ان شاء الله كل بيت عندنا كابتن خالد مبيض هو اللي يشكي من اصابه خفيفه مع المنتخب السوري، وعندنا لاعب او لاعبين كذلك، لكن الحمد لله شكر المتواجدين يكونوا في المعسكر وفي المباراه النهائيه ان شاء الله يكونوا جاهزين قدر المسؤوليه في المباراه. كابتن المحترف انسيتش سباستيان الكرواتي اوراقه جاهزه؟ باكر راح يكون جاهز يعني يقدر يلعب اموره طيبه؟ اي نعم نعم الحمد لله وشكر كل اللاعبين المحترفين اوراقهم جاهزه وكلهم مستعدين لخوض المباراه ما عدا الكابتن خالد البيضي يعاني من اصابه خفيفه. بالنسبه لسيان اكيد راح يكون متواجد في المباراه ان شاء الله يقدم مستوى طيب مثل ما قدم في المباريات السابقه مع نادي الوحدات الاردني. خالد مبيض كابتن اصابته يعني تمنع من المشاركه بالمباراه مباراه الاياب؟ لو ان شاء الله على مباراه الاياب يكون جاهز. لا لا ان شاء الله احنا اليوم يعني هو يمكن اخر وحده تدريبيه وحده تدريبيه للنادي، ننتظر الضوء الاخضر من الكادر الطبي يعطينا كم جاهزيه خالد مبيض في المباراه. زين المحترف الكرواتي راح يعني امور اقامته دخوله يعني مغادرته لهذا راح يغادروا وياكم للدوحه مباشره، من الدوحه يطلع من لبنان يطلع وياكم مباشره الى الدوحه؟ الامور طيبه الامور الاداريه؟ والله الحمد لله والشكر احنا مشينا بالاجراءات اللي قامت الكابتن سفيان، لكن تعرف انت اليوم الوقت كان ضيق، احنا رجوعنا راح يكون الى بغداد بعدها ان شاء الله يوم 20 بالشهر نلتحق في مباراه الوحده السوري راح تكون في قطر. طيب كابتن موضوع مهم يعني الكابتن القدير عماد هاشم مثل ما الكل يعرف تعرض للاصابه وعنده كسر مضاعف، واليوم اداره نادي القوه الجويه مشكوره يعني اعلنت انها تتحمل تكاليف علاجه وايضا عقده والمواقع مع القوه الجويه. البديل كسمعنا انه تتجه لاستعاره الكابتن هاشم خميس، وصل كابتن هاشم ما اعرف تعطينا صوره اكبر على الموضوع. بصراحة أنا من خلال منبركم أريد أشكر وزير الرياضة والشباب وأريد أشكر قائد قوة الجوية وعميد وليد اللي ما قدموها للكابتن، طبعا احنا متأسفين كنادي القوة الجوية اليوم يكون الكابتن عماد هاشم مو مع الفريق، لكن الحمد لله وشكر بعد إصابة الكابتن عماد هاشم كان اتصالي مع قائد قوة الجوية وعميد وليد بأن الكابتن عماد هاشم يلتحق إلى بيروت ونعمل له كل الاجراءات الطبيه ان شاء الله، لكن الوزير رفض قال احنا نتحمل المسؤوليه وان شاء الله يكون في الاربيل، لكن احنا متمسكين بكابتن عماد هاشم يكون مع الفريق خاصه عندنا مباراتين بينما ان شاء الله يكون جاهز. استعدنا سوينا دعوه لكابتن هاشم خميس اللي يقودنا مباراتين، لكن تعرف انت الوقت ما سمح لنا في مباراه هاي المباراه يتواجدون الكادر التدريبي، بحين نرجع ان شاء الله الى بغداد يلتحق بنا كابتن هاشم خميس اللي اعاره مباراه وحده امام وحده سوري في قطر. زين كابتن، هو اعاره يعني مباراه وحده، احنا نعرف يعني مع الاسف اصابه الكابتن ما داشم اصابه طويله وراح يعني تطول، ان شاء الله القوه الجويه يتجاوزون هاي المباراتين وبعد عندنا مباراه نهائيه. احنا بصراحه ما ندخلنا على الكابتن عماد هاشم بصراحه، لكن احنا صار اتفاق مع الكابتن عماد يرشح لنا مدربين، هو يرشح لنا مدرب يقودنا هاي الفتره ما يكون ان شاء الله هو يطيب من الاصابه ويلتحق مع الفريق. صار اتفاقنا مع الكابتن وان شاء الله احنا نادي القوه الجويه هاي مو اول مره صارت مع الكابتن زاهر ميداني انصاب ونادي القوه الجويه اداره نادي القوه الجويه تمسكت باللاعب وكمل اصابته وتاهيله والتحق مع الفريق وطلب كل مستحقاته. اما بالنسبه للكابتن عماد هاشم اكيد احنا سنوفر كل الامور ان شاء الله، احنا ما نقول لك بس نفكر بس مستحقات، ان شاء الله يكون يطيب ويشهد شفاء العاجل ويرجع مع الفريق باستمرار. تشوف الجويه كابتن جاسم، ولو انتم يعني متاخرين وشكرا انه اخذنا من وقتك، لكن اليوم نشوف الجويه مستقرين خاصه مع وصول الكابتن حسام السيد والكابتن رزاق فرحان، تشوف الاستقرار موجود، المعنويات عاليه، فنيا الفريق على ارض الملعب قادر على ان يتجاوز الوحده السوري ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، انا قلت لك يعني كادر تدريبي من المستوى العالي، يعني كابتن حسام مو غني عن التعريف، قادر قوه جوي موسمه
موسم ونص وكل لاعبين اشتغل معهم هذه هاي الفتره كان اشتغل مع الفتره السابقه وان شاء الله احنا عازمين ان نحقق الجاد الثاني للعراق ان شاء الله. ان شاء الله كل الشكر الجزيل لك الكابتن جاسم محمد غلام المدير الاداري لفريق نادي القوه الجويه كان ويانا عبر التليفون من بيروت. شكرا لك، شكرا على وقتك، وحقيقه المعلومات مهمه بخصوص الفريق، جاهزيه اللاعبين كلهم عدا خالد مبيض اللي ما راح يعني اكو شك بعمليه اشتراكه. تحيه لكل اللاعبين، تحيه لفريق القوه الجويه. بالتاكيد يعني هم يعرفون المسؤوليه الكبيره اللي عليهم لان هم كانوا قد هذه المسؤوليه واكبر في البطوله الماضيه، جابوا لنا اللقب الاسيوي بكاس الاتحاد الاسيوي، اليوم ايضا عليهم مسؤوليه كبيره ومسؤوليه مهمه انه يكملون المشوار، يعبرون الوحده السوري، يصيرون ابطال كاس الاتحاد الاسيوي بمنطقه غرب اسيا، ومن بعدها الانتقال ان شاء الله لمواجهه الفريق اللي راح يجينا من الجزء الشرقي من القاره وفريق من طاجكستان او الفلبين. يعني نتمنى ان شاء الله البطوله تبقى عراقيه. تقرير اخر للقوة الجوية ووضعهم بهذه البطولة، تابعونا نرجع لكم. سجال كبير في المنافسة ما بين الفرق العراقية والسورية على معظم الاستحقاقات القارية، والقوة الجوية ليس غريبا على الوحدة مع تكرار المواجهات ما بينهما خلال الأعوام الأخيرة، فالعام الماضي شهد مواجهتهما في مناسبتين ذهابا وإيابا، الأولى انتهت بخماسية مقابل هدفين للفريق العراقي، والثانية انتهت جوية بهدف نظيف، وعاد مسلسل المواجهات ليتكرر مرة أخرى مع اللعب في نفس المجموعة، فانتهى اللقاء الأول بالتعادل السلبي، أما الثاني فكان إيجابيا بهدف لكل منهما. واليوم يتجدد اللقاء في نهائي غرب القارة مع وجود المدرب حسام السيد والذي سبق له وأن دربه في عدة مواسم، لكنه يقود القوة الجوية اليوم، فيا ترى كيف ستكون النتيجة مع وجود هذه المنافسة المستمرة طيلة السنوات التي مرت، بانتظار انطلاق المباراة وصولا إلى صافرة النهاية حتى تتضح النتيجة بشكل قطعي في لقاء الذهاب. إذن غدا لبنان تحتضن مواجهة القوة الجوية والوحدة السورية بكأس الاتحاد الآسيوي اللي هي مواجهة ضمن تاريخ مواجهات بين الفريقين. الوحدة السوري والجوية العراقي تعادلوا 3 مرات، وكل من فاز بمرة واحدة، الوحدة سجل 9 أهداف والجوية سجل 6 أهداف بمرمى الوحدة السوري. نتمناها باكر مباراة زرقاء كاملة عراقية إن شاء الله. مجموعة أخرى من لاعبي فريق نادي القوة الجوية اللي بالتأكيد عازمين على أن يكونون على الموعد بمباراة الذهاب، مباراة غد مع الوحدة السوري، نتابعهم. طبعا الحمد لله ودي الفريق وصل اليوم الى بيروت اول وحده تدريبيه. اعتقد الفريق اكتمل الحمد لله المحترفين الجو لاعبين المنتخبات الجوي. نتمنى من الله انه الله يوفقنا في هاي المباراه نطلع بنتيجه ايجابيه. دعوات للاعبين بالتوفيق للكادر التدريبي الجديد، نتمنى نعيد الانجاز السنه القادمه. الحمد لله الفريق وصل الى بيروت، ان شاء الله الفريق جاهز باتم الاستعداد. ايضا التحقوا معنا اللاعبين المحترفين السوريين، ان شاء الله يا رب نتمنى من اللاعبين والكادر التدريبي التركيز في اول مباراه وان شاء الله توفقنا الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. احنا الحمد لله والشكر يعني جينا قبل مباراه الوحده تقريبا ب3 أيام حتى نكون على اتم الجاهزيه للمباراه، والحمد لله فريقنا اكتمل بالتحاق اللاعبين منتخب سوريا، والحمد لله والشكر اليوم اول وحده تدريبيه هنا بلبنان على الملعب المباراه، وان شاء الله نوعد ادارتنا وجمهورنا ان شاء الله نقدم مباراه تليق باسم النادي وان شاء الله نحقق الـ3 نقاط ان شاء الله. تغطيتنا الثانية متابعتنا راح تبدي من تصريح الكابتن القدير مجبل فرطوس مستشار فريق نادي القوة الجوية المتواجد اليوم بلبنان. هذا الكابتن القدير الرائع اللي حقيقة واحد من الوجوه العراقية الرياضية البارزة والبارزة جدا، واحد من الشخصيات اللي يحمل اسم العراق ويقدم له كل شيء ممكن، خاصة اللي
الوفود مو الأشخاص، الوفود الرياضية اللي تجي إلى توصل إلى الدوحة تلعب أو تعسكر أو تتعالج، يركض لهم ويتابعهم ويقدم لهم كل شيء يقدر عليه. واليوم الكابتن القدير مجبي الفرطوس زعلان على وزارة الشباب والرياضة، زعلان على القائمين على مباراة الأساطير، لأن لسبب ما ربما ما دعي لأن يحضر هذه المباراة، عنده ألم وعنده حسرة وعنده زعل. وصانا به أنه نطلع أمامكم ونوصل للمسؤولين، لأنه يعني إذا مجبي الفرطوس يمكن سنحت له الفرصة اليوم يطلع ويعاتب ويوضح زعله على الوزارة أو على القائمين على المباراة، كثير ما سنحت لهم هذه الفرصة. أكيد وزارة الشباب والرياضة ما متعمدة أنه تتجاهل اسم أو شخص معين أو رياضي أو لاعب أو مدرب سابق، بالتأكيد ماكو هذا التجاهل، لكن يعني الترتيب لهذه المباراة والعمل بها والإدارة فيها خلت بعض الأسماء على مسؤوليتنا نقول تسقط سهوا، لكن أسماء مثل مجبي الفرطوس وحيدر جبار وغير أسماء لا يمكن لها أن تسقط سهوا. كل عمل كل حدث أكيد تصير بأخطاء، هذه واحدة من الأخطاء، وعلى وزارة الشباب والرياضة فعلا بقادم الأيام أن تكون على انتباهها أكبر، على انتباهها أفضل، تراعي بها كل الأسماء. نشوف الكابتن مجبي الفرطوس ونرجع لكم. بصراحة أنا يعني أتكلم وأنا متألم لأنه لم توجه للدعوة لحضور مباراة الأساطير العالمين ومنتخب العراق، كوني يعني مثلت العراق فترة طويلة تمتد إلى 12 عام، وكذلك دربت منتخب العراق في يعني 1983 وشاركت ببطولة دورة لوس أنجلوس كمساعد للمدرب المرحوم عمو بابا، ولخدمة كبيرة لكرة القدم العراقية، حيث أنني دائما أكون مع المنتخب العراقي، وأعتقد أنا صوتي قوي في يعني مصالح منتخب العراق، وأنا أحتب على كل المسؤولين القائمين على هذه المباراة حيث لم توجه للدعوة لحضور هذه المباراة، وهذا حق مشروع لي أن أكون ضمن الناس أو ضمن الأشخاص الذين تواجدوا في هذه المباراة. أتمنى أن أكون يعني إلي الحق في هذا الكلام، يعني أنا من أتكلم كل قصة ألم وحزن على هذا الشيء. إذن يعني أسماء بارزة، أسماء كبيرة ما نقول أبعدت، لكن يعني ما طلعت أو ما كانت موجودة في مباراة الأساطير. لازم هذه الأسماء يكون لها حضور بقادم المناسبات، لازم وزارة الشباب والرياضة يعني من ينوب أو يمثل السيد وزير الشباب والرياضة يتصل ببعض هذه الأسماء ويقدم لهم اعتذار محب، اعتذار جميل، الكابتن مجبي الفرطوس، الكابتن حيدر جبار، الكابتن عصام حمد، الكابتن هشام محمد، كباتن كثار يعني الآن تحضرنا هاي الأسماء، آسف أكو بعد أسماء أخرى ربما ما تحضرنا الآن، أكيد ما تحضرنا ولا كان قلناها، لكن على الوزارة أنه فعلا بقادم المناسبات يعني تحاول أنه اللي إجا بمناسبة مباراة الأساطير وتصير مناسبة ثانية اللي إجا هنا ما يجي هنا، حتى الكل يشعر أنه إلى قيمة وإلى مكانة وعمله مقدر وإنجازه مقدر بالنسبة لكرة القدم العراقية. دعوة لوزارة الشباب والرياضة لمحاولة التواصل مع كل النجوم اللي يوصلها أنهم زعلانين، سواء عن طريق البرامج هنا باللاعب 12 أو بغير برنامج أو بوسائل التواصل الاجتماعي، كل لاعب سابق أو مدرب أو خبير أو مستشار ما كان إلى حضور وما كان إلى دور في مباراة الأساطير بالبصرة يكون إلى دور وحضور بالمناسبات القادمة الكثيرة إن شاء الله، وأيضا في المناسبات القادمة، وأيضا يصير باتصال مثل ما قلنا حتى نحاول نحل هذه الأمور. ووزارة الشباب والرياضة يعني احنا كنا بالبصرة وكنا موجودين بين أهلنا هناك، ويمكن بالتعليق على المباراة كثير حكينا عن روعة أهل البصرة واستقبالهم الرائع وابتسامتهم رغم الألم
ورغم الحزن اللي يعيشون به بهذه المحافظة الثرية الغنية جدا، محافظة مثل البصرة صدقوني نطير فوق البصرة مدة 5 دقائق آبار نفط مشتعلة، ولما ننزل ما نشوف لا شارع مبلط لا منطقة بها مبنية بشكل جميل، وضع جدا سيء لمحافظة بقيمة وعراقة وتاريخ البصرة. اللاعبين الأساطير كانوا يعني مستغربين متعجبين لما يشوفون على الجو يشوفون آبار بترول مثل اللي يشوفوها بدول الخليج، ولما ينزلون على أرض الواقع ما يشوفون شارع نظيف ولا شارع مبلط. الله يسامح اللي كان السبب، الله يعني يجازيه لأن حارم هذول الناس الطيبين الرائعين الجميلين من 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 هذه النعمة من هذا الغنى وهذه الثروة اللي يمتلكوها والبلد عايش. وهاي المحافظة مو بس البصرة، البصرة مثال شفناه بعيوننا، لكن كل محافظات العراق أكيد تعاني. يوم اللي دخلنا للملعب تشعر بفخر، تشعر بزهو أنه هذا الملعب ببلدك بالعراق. حتى اللاعبين العالميين كانوا رائعين جدا، كانوا متونسين، كانوا فرحانين بهذا الملعب بهذا الجمهور، تجربة رائعة. طبعا نرجع مرة ثانية نشكر وزارة شباب الرياضة، نشكر شركة عشتار، نشكر كل القائمين على هذه الكرنفال، على هذا الكرنفال الكبير اللي فرح ملايين العراقيين اللي من أول بارحة إلى اليوم وقبلها أيضا. الكل يتحدث عن هذا اليوم البصري الجميل، اليوم العراقي الجميل، الكل فرحان، الكل متونس، الكل فخور أنه هذول النجوم اللي صدقوني ما أخفيكم سر كانوا بالبداية خايفين جدا من الذهاب للبصرة ومن الذهاب للعراق، لكن الدور الكبير اللي قامت به الوزارة وزير الشباب والرياضة اللي انتقدناه ببعض المفاصل وبعض الأجزاء وما زلنا ننتقده وما زلنا يعني نأشر على بعض الحالات السلبية اللي مرافقه عمله وتدخله بأمور مو من اختصاصه، لكن كان بهذه الاحتفالية رائع جدا. راح على لاعب من الأساطير كلمه وطمنه وكان ويانا بالباص، قال وانا اصعد وياكم بالباص من المطار من مطار البصره الى الفندق ومن الفندق الى الملعب حتى تطمنون، انا وزير وصاعد وياكم. كان رائع، تفاهم مع الكل، كان مستوعب للجميع. تحيه لوزارة الشباب والرياضه، تحيه لكل الناس اللي عملت على هذا الكرنفال وعلى نجاحه وعلى زرع هذه البسمه وهذا الفرح عند العراقيين بهذه المباراه. شكرا لهم، شكرا للجميع، حقيقه كان يوم يعني ابدا ما ينسي. حتى هم اللاعبين بعد ما رجعنا قالوا ما كنا متصورين بالعراق شغلتين، هيك يحبون كره القدم وهيك يقدرون يعيشون بهذا الحر، حر البصره. لكن يعني فعلا كان يوم فرح عراقي كبير. هذا الفرح ما نغصى الا اصابه الكابتن القدير عماد هاشم اللي تعرض الى كسر مضاعف، نتمنى له السلامه والشفاء. مواقف رائعه وردات فعل كبيره تبرهن على انه عماد هاشم قيمه كبيره بالمرمى العراقي على مستوى كلاعب وايضا على مستوى عمله كمدرب. شوف هذا التقرير ونرجع لكم. حارس كبير مثل المنتخبات الوطنيه والانديه الجماهيريه، فكان واحدا من الأمناء الذين وقفوا ما بين الخشبات. قامة جسمانية هائلة وردة فعل سريعة ذاد بها عن مرماه مع كل الفرق التي ارتدى قمصانها، ولذلك كان متواجدا مع نجوم العالم في محفل كبير على أرض جذع النخلة في البصرة. لكن النهاية كانت مؤلمة للحارس الكبير عماد هاشم بعد أن تعرض لكسر مضاعف في الساق مع نهاية المباراة، إصابة خطيرة ستبعده عن مجال تدريب حراس المرمى لفترة ليست بالقصيرة. والجهات الرياضية المسؤولة أكدت أنها ستقف معه حتى تماثله للشفاء التام. أمنياتنا بأن يتعافى هاشم من إصابته بشكل سريع ويعود كما عودنا مدربا كفوءا إلى عمله داخل المستطيل الأخضر، لأنه اسم مهم ونجم رياضي رائع أحزنت إصابته جميع المتابعين. سلامات نقولها من القلب للعمدة وحمدا لله على كل شيء.
إذن خلونا نرحب بالكابتن القدير عماد هاشم. كابتن عماد، بداية كل كادر الشرقية وإدارة قناة الشرقية ويعني العاملين فيها وإحنا بشكل شخصي نقول لك الحمد لله على السلامة، نتمنى لك السلامة والشفاء، ونقول لك يا رب أنه تقوم يعني بالسلامة من هذه الإصابة يعني حقيقة اللعينة اللي مع الأسف. أنت ما شاء الله عليك طول عمرك كحارس مرمى منتخبات وأندية ما انصابت، اليوم تجي يعني تتعور بمباراة استعراضية، لكن قدر الله ما شاء فعل. ألف الحمد لله على سلامتك كابتن عماد، ومرحبا بك باللاعب 12 بالشرقية. حبيبي كابتن زيان، تحياتي لك، تحياتي للكادر الشرقية، وتحياتي إلى كل العاملين على في برنامج اللاعب 12. صراحة مثل ما قلت أنا لعبت كرة قدم ونهيت مسيرتي في كرة القدم، ما كانت عندي أي إصابة، ومثل ما قلنا قدر الله ما شاء فعل. يعني اللي حصل في هذه المباراة يعني كان في الدقائق الأخيرة، ورب العالمين يريد هذا الشيء، بس أنا فرحان جدا يعني لهذه الإصابة. أنا كواحد يفرح لأنه يكون مصاب، لا أنا فرحت لهذه الإصابة. ليش؟ يعني حسيت حب الناس لعماد هاشم، الحمد لله مدى 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 حب الناس لعماد هاشم، إذا كان على صعيد الفيسبوك، على تويتر، على إنستغرام، عن كل السوشيال ميديا. يعني إحنا مثلنا نعرف الناس، لا تعرف الأشخاص اللي تحبهم إلا من خلال احتكاكهم، من خلال المواصلة، من خلال حصولهم على مثلا فت حادث يحصل لهم أو فت شيء يعني يصير لهم. فأنا شفت بصراحة يعني بعد ما جبي ثورجي في المستشفى في البصرة، يعني بعد أن صحيت من التخدير، نعم. شفت مكالمات يعني بال 1032 مكان، وكلها أرقام يعني ما معروفة. تعرف نعم. تعرف هذا العدد الهائل من المكالمات، يعني خليك تحط طائلة المسؤولية الناس بقدر حبها إليك. وأنا اكتشفت هاي الحالة وفرحت، قلت لك يعني انصابت من خلال هاي الحالة، يعني هو شفت مدى حب الناس إلى هذا الشخص أو عماد هاشم اللي قدر بأنه يقدم شيء بسيط برفع الحظر عن الملاعب العراقية من خلال مشاركته في مباراة الأساطير ونجوم العراق. طيب كابتن، يعني بالتأكيد احنا نظل نقول نتمنى لك السلامة ونتمنى لك الشفاء، لكن يعني من بعد الإصابة انت توجهت من البصرة إلى أربيل، بديت مرحلة العلاج، كان اكو تواصل مع وزارة الشباب والرياضة، كان اكو تواصل مع الاتحاد العراقي، شنو كان ردود افعالهم؟ قلنا ردود افعال الجمهور كانت رائعة، 1032 شخص اتصل عليك عبر التليفون، لكن ايضا نعم. ردود افعال الجهات الحكومية واتحاد كرة القدم مهم نعرفها. يعني بصراحة اشكر سيادة الوزير على موقفه المشرف يعني مع عماد هاشم، نعم. وهذا الشيء لمست اليوم، وهذا خبر حصري لكم، نعم. لأنه استحصل مبلغ 10 مليون كدفعة أولية تدفع إلى نادي القوة الجوية في سبيل المباشرة في علاج، يعني إن كان إذا كان في قطر أو كان بأي مكان في أوروبا أو في بيروت أو في إيران أو في أي مكان. أنا بصراحة كنت أريد أتوجه إلى قطر إلى إسفايا في سبيل بأن احنا نعرف هناك اكو دكاترة على مستويات عالية. فأشكر سيادة الوزير على حكمه بأنه يكون داعم لكل الرياضيين، وهذا الشيء يعني هو مو بالجديد عليه، احنا مثلنا نعرف هو داعم لكل الرياضي من خلال مواصلته عن كثب لكل الصغيرة وكبيرة، إذا كان على صعيد المنشآت العراقية وعلى صعيد اللاعبين العراقيين. وهذا الشيء يعني أنا راح يزيدني فخر، وهو هذا بيمشي عنقي في سبيل بأنه أرجع إلى وضع طبيعي في التدريب، وأيضا أخدم بلدي من خلال مسيرتي التدريبية. فالرجل يعني أوعد بأنه حتى على لساني قال على لسان عماد هاشم يطلب إحنا حاضرين، وهذا كان موجودين متواجدين ناس مسؤولين في غرفتي في فندق الشيراتون في البصرة، والحمد لله والشكر الأمور متيسرة. قدر بأنه يوعد في مطار البصرة بأنه تسهل كل الأمور، وجابوا إسعاف إلى فندق الشيراتون، وهذا الإسعاف نقلتني إلى مطار البصرة، وأيضا بالاتصال مع مطار أربيل أيضا استقبلوني بسيارات خاصة، وأيضا سهلوا كل الأمور. وأنا اليوم إن شاء الله أروح على طبيب مختص
اخذ اشعه الرنين والرجلي وراها هاي التقارير كلها لان هنوصلها للناس المعنيه راح اروح اتعالج يومهم ان شاء الله. طيب اي جهه كانت اذا كانت باوروبا واذا كانت بالخليج كلها راح تتحملها يعني وزاره الشباب والرياضه. يعني انت بديت علاجك من الـ من الـ من اليوم كابتن عماد، يعني يوم راح تروح للطبيب وتروح بعدين. نعم. يعني تختار اسبيتار لو اكو مثلا اوروبا تروح الى اوروبا. ما انسى استاذ زيان، ما انسى ان اشكر كابتن. نعم. شرار حيدر على موقف النبيل من خلال توصيتي بانه هو يعني بس حصل فيزا الى ايطاليا، هو ايضا هناك عنده جراحين على مستوى عالي يعني جراحين كسور، اعتقد هو اخوه طبيب ايضا كسور وقال يقدر يستعين هذا الموضوع في سبيل بانه رجعت الى وضعك الطبيعي، بس يريد يحصل فيزا من نقاط الشباب يعني تقدر بانه تسهل فيزا اوروبا حتى نقدر بانه يروح الى ايطاليا. يعني مثل ما تعرف هناك العلاجات تصير افضل في سبيل. نعم. الواحد يرجع باسرع وقت. يعني مثل ما تعرف انا الان جديد على نادي القوى الجويه، ونادي القوى الجويه ايضا هذا الجنس يرقب فيه بانه هم تمسكوا بخدمات عماد هاشم من خلال اتصالهم بي. نعم. وايضا هم عزوا بانه يكون اكو مدرب مؤقت للكابتن هاشم خميس في فتره هاي المباراتين الذهاب وياب مع الوحده السوري، وان شاء الله ما بعد هذه المباراه احنا عندنا فتره اللي هي 15-11 الدوري يبدا، في هذه الفتره بنقدر بانه نوصل الشيء المطلوب اللي راح يحفزني بانه اكون متواجد ضمن الوحدات التدريبيه مع القوى الجويه. يعني كابتن منا الى بدايه الدوري ان شاء الله انت تقدر ترجع يعني تلعب. يعني مع الاسف اصابه صعبه واصابه خطيره ويعني وكسر مضاعف بالساق. زيان حبيبي. نعم. حسب ما قال الدكتور اللي في البصره. اي يعني يمكن انت شفت الفيديو. اي نعم. اللي نزله كريم صبري. نعم. الاخ العزيز كريم صبري. يعني انا فرحني بصراحه، قال الجلس يطول. الجلس يطول بانه بالعلاج. بس التداخل الجراحي اللي هو ما اعتقد الشيش اللي يدخل او الاذني يقول خلال اسبوعين الى ثلاث اسابيع يقدر يمشي. من وراء يقدر يذب العكازات ورا ثلاث اسابيع ويقدر يمشي. يعني خلال شهر ونص يقدر يعني يباشر بكل الامور، لان انا بصراحه شوف اللي حدث عندي الكسر المضاعف صار بعظم الشظيه. أي. اللي هو العظم المساعد. اي نعم. للساق. لان العظم القصبة هو بيتفطر بس قاعد بمكان. يعني ما متحرك لا منا ولا منا. الحمد لله. العظم القصبة اللي هو العظم الكبير. بس اللي صار الكسر المضاعف هو بعظم الشظيه. وهاي قالوا هاي امور سهله. يعني يا رب. العظم المساعد. بالعظم المساعد تكون الامور ان شاء الله سهله وهينه. يا رب. انا فرحني فيها الدكتور. وقال لي هذا التداخل الجراحي راح نسويه راح يسهل لك الامور يعني افضل مما يظل بالجبس. يا رب ان شاء الله ان شاء الله كابتن، اتمنى لك كل السلامه والشفاء، نتمنى لك ترجع مدرب كبير، مدرب صاحب عفوا بصمه على حراسنا وعلى المرمى العراقي بشكل عام وعلى منتخباتنا الوطنيه. كل الشكر الجزيل للكابتن عماد هاشم اللي كان ويانا بلقاء مهم جدا عبر التليفون من أربيل. أيضا شكرا لك كابتن، طمنا على صحته. شكر لوزارة الشباب والرياضة اللي تكفلت بكل علاج الكابتن عماد هاشم بأي بلد بالعالم. شكر للاتحاد العراقي لكرة القدم أيضا اللي أكد استعداده لتحمل تكاليف علاج الكابتن عماد هاشم. وأيضا شكر لإدارة نادي القوة الجوية اللي تمسكت بالكابتن عماد هاشم و وعدت بالوفاء بكل العقود المنصوصة بيناتهم وأبقاء الكابتن عماد هاشم مع الفريق. وأيضا الشكر موصول لكم أصدقائي لتواجدكم ويانا ومتابعتكم لنا بحلقة اليوم من اللاعب 12. شوفكم باكر إن شاء الله بنفس الموعد دائما عبر الشرقية اللاعب 12. إلى اللقاء.